حلقة جديدة من لم الشمل رح نكون فيها معكم، نتمنى تكونوا بأفضل حال اليوم وكل يوم. مساء الخير أيهم. مساء الخير يارا. مساء الخير مشاهدينا، بتمنى أنه تكون قضيتوا إجازة عيد ممتعة. طبعا أنا لأنه ما قدرت التقي فيكم بعد العيد، خلينا نشوف شو في معنا مواضيع لليوم. مخترع سوري صغير يحلم ببناء سيارة طائرة في المستقبل. هل تستطيع المخيمات في درعا والقنيطرة والسويداء استيعاب موجات النزوح الجديدة؟ وارتفاع أسعار إيجارات المنازل في الشمال يثقل كاهل المواطن. والبداية كالعادة مع أحوال السوريين في كيف الحال. أول أخبارنا لليوم رح يكون مع خبر بناء جامعة للعلوم التطبيقية في ريف حلب. نعم، الحديث عن قرب افتتاحها جاء بعد عقد اتفاق قبل أسبوعين من الآن بين المجلس المحلي لمدينة الباب وجامعة حران التركية لافتتاح فرع للأخيرة داخل المدينة. ويتوقع أن تستوعب الجامعة قرابة 12,000 طالب، كما وستضم عددا من الفروع العلمية والأدبية مثل الهندسة والرياضيات والعلوم واللغة العربية. وهلأ رح ننتقل للحديث عن الأوضاع الاقتصادية بمدينة درعا. تشهد المحافظة هذه الأيام انخفاضا كبيرا في قيمة الليرة السورية مع بدء الإعلان عن قرب عملية عسكرية تشنها قوات النظام تجاه المحافظة. هذه الأجواء أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بشكل عام. خلونا نشوف هالفيديو عن هذا الموضوع. وبالانتقال إلى أوضاع السوريين في الأردن، افتتحت اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الأردنية عمان معرضاً لمنتجات اللاجئين السوريين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. المعرض أو البازار والذي سيستمر لمدة يومين يحتوي على 35 كشك بمختلف المنتجات اليدوية التي يصنعها السوريون. يذكر أن الأردن تعد ثاني أكبر دولة في استضافة اللاجئين، إذ يقدر عددهم بنسبة 1 إلى 11 مواطن من سكان البلاد. وآخر أخبار كيف الحال اليوم رح تكون استكمال للحديث الذي بدأنا به قبل أيام حول إعادة إعمار بعض المناطق في سوريا. نعم يا رأي، الجديد في الموضوع هو ما صرح به محافظ مدينة دمشق لصحيفة الوطن السورية التابعة للنظام من أن شكل البناء الجديد في هذه المناطق التي تدمرت سيأخذ شكلا شاقوليا بدلا من التوسع الأفقي للبيوت الذي كان يميزها في السابق. وبرر المحافظ هذا التعديل للرغبة في تسهيل الأمر على المتعهدين والإسراع في بناء هذه المناطق. قلت لك ممكن يصير في ناطحات سحاب بسوريا. يعني كل شيء ممكن بسوريا. راح ننتقل هلأ للحديث عن مدرسة الوطن في مصر. تعمل المدرسة خلال فصل الصيف على تنمية قدرات عدد من الطلبة السوريين تحت نشاط المخترع الصغير. ومن بين هؤلاء الصغار نعثر على قصة الطفل مروان الذي يحلم اليوم بصناعة سيارة طائرة، سمع عنها في إحدى المرات وهو ما بدأ العمل عليه فعلا عبر صناعة مجسمات صغيرة لهذه السيارة. دعونا نتابع قصته. هنا في هذه المدرسة التي أنشئت لتضع لمسة حنان على أطفال سوريا في مصر، ينهمك القائمون عليها على تعليم الأطفال وتنشئتهم، وأيضا البحث عن مواهب يافعة
تملك حلما آن له أن يكبر. نحن بمدرسة وطن تقدم مجموعة من الخدمات التعليمية للطلبة السوريين متواجدين بمصر، ومجموعة من النشاطات كان آخر هذه النشاطات نشاط المخترع الصغير اللي لاحظنا فيه ابتكارات أو ابداعات. مجموعة من الطلبة قدموا لنا نماذج مصغرة من الطيارات أو السيارات اللي بتعتمد على الريموت. تسعى إيمان وزملائها لتنمية مواهب مختلفة لدى أطفال سوريا، كحال مروان الطفل الذي يريد أن يصبح مخترعاً، فصب اهتمامه على نماذج أولية مبتكرة يصنعها بنفسه. أنا اسمي مروان سيفو، طلعت أنا وأهلي من سوريا بسبب الأزمة اللي صارت، وطلعنا على مصر، وأنا يعني بحب الابتكار وبحب الاختراع. يلي شجعني على هذا الشيء هن أمي وأبي وأخواتي والأساتذة. هذا الوسام أنا أخذته بالمدرسة لأني ورجتهم الطيارة اللي أنا عملتها، هن حبوا اختراعي وصاروا يدعموني. هالموهبة عند مروان اكتشفتها بكير كتير، هو من قريب السنتين تقريبا بلش أي شيء بالبيت، قطع من شغلات بسيطة، يخترع سيارات، يخترع طيارات، يعمل قصص هيك بسيطة. مواد أولية متوفرة في المنزل أو أدوات فقدت الحاجة لاستخدامها هي المادة الخام التي يستخدمها مروان بعد إعادة تدويرها، ويستثمرها في بناء نماذجه الأولية لتتحول شيئا بعد شيء إلى ترجمة ملموسة لأحلام الطفل ومخيلته الواسعة. يمكن دائما أيهم أحلام الأطفال السوريين عم تكون هيك لامعة تماما. صحيح، خلينا ننتقل من أحلام الأطفال السوريين ل حكي ميديا. حكي ميديا. يا أهلا يا آلاء، مساء الخير. مساء النور أيهم. أيهم نسيني، حكوا لنا حسابنا بعد الحلقة. بدي مسي عليكم مشاهدينا. رح نبدأ مثل العادة مع سؤال حلقة اليوم: هل تستطيع المخيمات في درعا والقنيطرة والسويداء استيعاب موجات النزوح الجديدة؟ السؤال موجود طبعا على صفحة تلفزيون سوريا على فيسبوك، ونحن بانتظار مشاركاتكم وكمان تعليق على السؤال. امبارح وقع ترامب على قرار يقضي بإيقاف إبعاد الأطفال عن ذويهم خلال الهجرة الغير شرعية من المكسيك. القرار يلي كان ضد أي مفهوم من مفاهيم الإنسانية، عم ياخذوا الأولاد ويحبسوهم بالمخيمات بسجن، يعني هلا رح نشوف صور سجن حقيقي. الغريب إنه هيك قرار كان عم يتشرع بشكل نظامي ويعني بقانون حكومي، ولا كأنه حبس الأطفال جريمة. طبعا ترامب وقع القرار بعد ضغط كتير كبير من وسائل الاعلام ومن السوشيال ميديا يلي حركوا الراي العام ضد ابعاد الاطفال. رح نشوف فيديو لصحفيه امريكيه بكيت هي وعم تحكي شو عم يصير بالاطفال السوريين وغيرهم من اطفال مهاجرين غير شرعيين. Three tender aid shelters in South Texas. Lawyers and medical providers. Just I think I'm gonna have to hand this off. This has just come out from the Associated Press. This is incredible. Trump administration officials have been sending babies and other young children to at least three tender aid shelters in South Texas. I'm gonna have to hand this off. Yeah. Sorry. يعني فعلا انا انصدمت، مثل ما صحفيه انصدمت، انا انصدمت انه فوق التعتير يلي بيكونوا عم يتعتروا الاولاد خلال الهجره عم يتم محاسبتهم. يعني بدل اذا بدهم يحاسبوا يلي عم يعملوا هجره غير شرعيه فيفترض يحاسبوا الاهل مو يحاسبوا الاولاد. يعني هي طريقه الابعاد فعلا عم تعاقب الاولاد. صحيح، شو ذنبهم يعني هي الاطفال؟
عم ينسجنوا، وشفنا في فيديو مؤلم يعني، يعني الوضع انه يعني مثل ما ذكرتي انه اصعب شيء على الاطفال انه تبعد يبعدون عن اهلهم يعني، فكيف اذا عم بعدون يحبسون ايهم وكانهم مجرمين. رح نقرا التعليقات يلي وصلت على هذا الفيديو. زاريتا عم تقول عشان كده انسحبت امريكا من منظمه حقوق الانسان، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا مؤخرا امبارح انسحبت امريكا، وفعلا هذا الشيء كثير صادم. كمان منشوف مودي عم يقول هذه أكبر جريمة إنسانية ثانية بعد الحرب العالمية الثانية، وأعتقد أن أمريكا مع أول ملك لها الملك دونالد ترامب أصبحت دولة سادية أو سادة وعبيد، أيوة دولة سادة وعبيد، والقانون مجرد أداة لتحقيق أوامر الملك، وهذه بداية نهاية أكبر ديمقراطية في العالم. ومنشوف التعليق الأخير، عبد الله عم يقول محتجزين وعم تبكي، ولو هن سوريين ويمنيين وعراقيين مقتولين بالكيماوي وتحت الأنقاض. يعني في لسه عم يقول إنه وضع أسوأ، ولكن أكيد هذا الشيء ما بيبرر وضع هدول الأطفال، ولا بيخلينا ما نتعاطف معهم أو ما نحس إنه فعلا هذا الشيء اللي عم يصير ظلم وشيء ما إنه إنساني نهائيا. إناس عم تقول حسوا بولاد فلسطين والعراق وسوريا يلي نزل على رأسهم صواريخ ورصاص وبطلوا موجودين بالحياة، هدول على الأقل لسه عم يتنفسوا. الله يكون بعون كل الأطفال وين ما كانوا، ومثل ما حكيت يعني في سيء وأسوأ، ولكن هذا الشيء ما بينفي أنه في سيء. صحيح، ما يعني خصوصا أنه دولة عظمى ورئيس دولة عظمى عم بياخد هيك قرارات وعم يعني لا إنسانية على أساس أنه أكبر ديمقراطية بالعالم، هذا الشيء يعني أبدا غير مقبول. جورج كلوني والوسيم جورج كلوني حسيتك هيك ضحكتي وقت قلتي جورج كلوني وأمل كلوني عم يتبرعوا ب $100,000 للدفاع عن الأطفال المهاجرين يلي تم فصلهم عن أهلهم أثناء عبورهم الحدود بين المكسيك وأمريكا بطريقة غير شرعية. ومثل ما عم نحكي من شوي إنه ترامب وقع امبارح على المرسوم يلي بنهي فصل الأطفال، طبعا بعد موجة كبيرة من الانتقادات. أنا كتير غير اني معجبه بجورج معجبه بمواقفه يلي فعلا يعني ما بينسى اي مكان فيه ظلم، الا ما هو وامل يعني بيكون لهم تبرعات وبيكون لهم مناشدات للموضوع، خاصه انه هي حقوقيه، فيمكن هذا الشيء كمان عم بياثر على مواقفها. شكرا لهم كثير فعلا، عندهم كثير زيارات يعني للاماكن الساخنه اذا بدك، ودائما بيتبرعوا بهالموضوع. حلو دائما كل مشهور يكون له بصمه يعني بهالناحيه هي الانسانيه. اكيد اكيد ايهم، فكيف إذا كان مشهور وسيم و... كامل مكمل. هلأ رح نشوف كيف سيدة بولونيا الأولى انتقمت، أخذت بتارنا من ترامب وحطته بموقف محرج. فيديو كتير قصير بس بيرصد الحالة. ليش دائما هيك مضحططين عليه لترامب بكل الفيديو؟ هلا هو غالبا يلي بحط العالم بيكون يكون هو الفاعل المره بالعكس. وحبيت يعني انه هو فعلا اكثر من مره واكثر من فيديو شفنا كيف ما بيحترم المراه صح وما بيحترم زوجته، فالسيده الاولى مثل ما شفنا هون ورجته قوية والله قوية كثير. تحت عنوان المسن والشرطي نشرت صفحة أنا التابعة على التلفزيون العربي فيديو كتير حلو ومؤثر، وبالنسبة لنا نحن السوريين مؤلم محزن لأنه بيخلينا باللا شعور نقارن بين الشرطة بالصين والشرطة إذا صح تسميتهم بالشرطة أو الشبيحة يلي كانوا بسوريا. Thank you.
على امل انه يجي شي يوم ويصير ننشر هيك فيديوهات سوريه بامتياز بتحكي قد ايه يعني الشرطه فعلا بخدمه الشعب السوري. صحيح، هذا الشيء الطبيعي يعني، على فكره هذا الشيء الطبيعي وين ما كان انه فعلا هيك تتصرف الشرطه، ولكن نحن للاسف انه بنشوف هيك امور بعيده عنينا شوي. صحيح. انا بدي اودعكم هلا ايهم ويارا وكمان مشاهدينا بالجزء الثاني من حكي ميديا، رح يكون في معنا فيديوهات كثير مهضومه وظريفه، ورح نعمل مقارنه ثانيه بس بين رؤساء العالم ورئيس النظام السوري. خليكم تحضرونا. بانتظارك. شكرا. رح نروح مع مشاهدينا لفاصل وبعده بنتابع بلم الشمل.